خلاصة مبكرة، طالما خلطة العطار ما مستقر عناصرها بعد، فالحراك داخل المكونات يبقى يتفاعل بالضبط مثل المعادلة الكيميائية. العنصر اللي يضيفه بالخلطة لازم يتأثر بمبادئ المعادلة ككل، لذلك المكون السني جاي يمر بمرحلة إعادة الضبط للصراعات، والسبب هو نية الأطراف الفاعلة بعدم التجديد للرئاسات الثلاث، ومن بينهم طبعاً محمد الحلبوسي. لهذا الحراك يتسارع والأمور تتعقد، وبالتالي هذا الوضع خلى الكل يراقب الكل. ظاهرياً أكو تحالفين، تقدم وعزم، لكن بالظل أكو تحالفات أصغر وعدد من النواب المستقلين اللي بعدهم ما حاسمين أمرهم. أما إذا دخلنا بالتفاصيل، فرائحة كرسي رئاسة مجلس النواب بدت تجذب الأنوف وتخلق دوافع لتكوين تكتلات صغيرة تهدد بتفتيت التحالفين الكبيرين. والغنيمة هي خلافة الحلبوسي المهدد بالإبعاد بالمعادلة الجديدة. أما خارج تقدم وعزم، فبالنسبة للطامحين بالموقع عندنا أبو مازن مثلاً اللي زعم تحالف الجماهير بأربعة أو خمس مقاعد، بل حتى داخل تقدم نفسه تكونت تكتلات صغيرة لملء الفراغ اللي قد يترك الحلبوسي. وهناك ما يشير إلى استعداد محمد تميم أو فلاح زيدان للتصدي للموقع، ناهيك عن طموحات قيادات عزم ومنهم محمود المشهداني ومثنى السامرائي وخالد العبيدي. وهاي الطموحات ممكن تضعف في حال نجحت جهود جمال الكربولي في تشكيل جبهة مقابلة لتقدم هدفها إزاحة الحلبوسي والدفع بثابت العباسي زعيم تحالف حسم مكانه. ثابت العباسي اللي اكو جهات جاي تدفع به للمعمعة. الكربولي من طلع من التوقيف وهو يشتغل، يتصل ويناقش ويقنع جزء من نواب عزم على نواب مستقلين على تحالفات صغيرة أخرى، والمشروع هو تشكيل جبهة قد تصل إلى 34 نائب. لكن لحد الآن الجهود ما نجحت، لأنه تحالف عزم نفسه واللي قياداته اليوم كانت اجتماع بأربيل مع مسعود بارزاني لحد الآن ما كاشف عن خططه المستقبلية يدخل بهاي الجبهة لو يعزز الاتفاق المبدئي اللي سواه ويا تقدم حتى يحافظ على وحدة المكون بهاي الظروف المعقدة. المبدأ هنا انه تكوين جبهة سنية كبيرة راح يخدم المكون ككل بمرحلة التفاوض، اما الذهاب بتكتلات متناحرة فمو من مصلحة احد. طبعا قادة عزم يميلون لهذا الرأي حتى الآن، لكن ممكن يغريهم التفتت المتوقع لجبهة التقدم. نعم، لأن جبهة التقدم نفسها مو كلش صلدة، ولا ربما هي وحدها تتفتت إذا التكتلات الصغيرة بداخلها كبرت وأكلت البقية. فالرأي عند عزم حتى الآن خلونا وياهم وننتظر، إذا غيروا قياداتهم فبها، وإذا بقى الحلبوسي إحنا عدنا اتفاق أولي وياه، وربما القرار رايح بهالاتجاه. هذا رأينا ولا تقولون استنتاج.